سنين الجامعة هي أحلى أيام العمر، وعلشان كده إحنا في جامعة المستقبل رؤيتنا واضحة. هدفنا نخرج جيل مش بس نجاحه في حياته العملية مضمون، لكن شباب استفادوا واستمتعوا بكل لحظة من حياتهم في الجامعة. مناهج عالمية حديثة وأساتذة هايلين. We have curricula that we can be very proud of. FUE has focused on developing a curriculum that prepares their students for the workplace of today. السيلبس اللي احنا بنحطه للطالب ده بيحطه professor very qualified. مجموعة متميزة جدا من الأساتذة، ما أعتقدش إن هم مجتمعين في أي جامعة أخرى. من أحسن ما يمكن لهم وواجبهم بزيادة حتى عن الواجب. In every one of the faculties, they have plans that I think are very realistic. They have very clear goals in terms of how they want to move their programs forward. مبسوطين بيشتغلوا بنفس بروح. I think it's a very dedicated group of people. I think they're really interested and going to do a great job in providing education. They're trying to do it in a way that makes sense, that really allows them to build a strong foundation and grow their perfection, their excellence in a way that will be sustainable. لأن إحنا عندنا الحقيقة جدية في التعليم. بيكرسوا كل جهدهم لطلبتهم، بيتفاعلوا معاهم بإيجابية، وموجودين علشانهم في كل وقت. We only exist for one reason, and that's our students. احنا دايما متواجدين هنا لدعم طلابنا. الطالب يستطيع ان يقابل الاستاذ في اي وقت. في سبورت غير طبيعي لنا. ندي الوقت والمجهود لكل طالب لكي يكتشف نفسه. كل التسهيلات موجوده للطلاب. الميزه ان عدد الستودنتس في الكلاس بيبقى قليل. بحيث انه يبقى في انتراكشن باستمرار بينه وبين الاستاذ. بقى الطالب محاط بعدد كبير قوي من اعضاء التدريس طول الوقت. وقت ما انا بوعظهم بلاقيهم موجودين وعلى طول على طول بيساعدونا يعني. We want our classrooms to be dynamic places. المحاضر مش بيقول المحاضره وبس، لا ده في تحاور. الستاف كله عندنا قريبين من الطلبه جدا. بنندمج معاهم في كل نشاطاتهم وفي كل رحلاتهم وفي كل حياتهم. المعامله مع الطلبه فيها متعه رهيبه، ان هي زي واحد ببساطه زي واحد بيزرع وبيقدر يشوف محصوله بيطلع، ومش بس محصوله بيكبر، لا بيكبر ويحلو. اهتمامنا بجوده التعليم علشان يكون على احدث المعايير العالميه ملوش حدود. The university administration is very serious about making improvements, very serious about achieving international standards. مهتمين جدا ان احنا نتماشى مع المعايير المحليه والعالميه في جوده التعليم. جامعه المستقبل بتوفر للطالب بيئه مثاليه للتعلم. كل حاجه مبنيه على انهم يبقوا مختلفين عن الجامعات الاخرى. مش كده بس، احنا كمان لازم نضمن جوده التعليم. Commitment to excellence here that you don't see at a lot of universities. It's a commitment to be the very best in every aspect they can be. And its vision is simply put, quest for excellence. أساتذة من جامعات أجنبية بيزورونا ويقيموا أدائنا علشان دايما نتطور ودايما نبقى أحسن. بنلجأ لأوديترز، International Auditors. كل سنة بنشكل لجنة للأوديتنج اللي هي ما يسمى بالمراجعة العلمية. كل كلية من كليات جامعة المستقبل جالها زيارة من متخصصين من الأساتذة. They have these professors come from the States, specialists in dentistry, specialists in business, especially in economics and political science, whatever. It was very gratifying, reassuring to learn that we are really on the road. So I've had a chance to look around and to talk to many people on the faculty and staff. So I'm very impressed. The facilities are actually outstanding, both in terms of the building and the equipment and supplies and everything that you need to provide a first-class education. And I think the university is moving collectively
in the right direction. It's an absolutely outstanding place. There's everything available here at Future University, any kind of latest technology. And as for a university, I would say that's the top of what I've seen so far. وعلشان التعليم مش محاضرات وبس، وفرنا في جامعة المستقبل أحدث المعامل والورش والعيادات. الأجهزة والمعدات تماثل أحدث الأجهزة والمعدات اللي ممكن تكون موجودة في العالم كله. يمكن جامعة فيوتشر هي أول جامعة تستطيع إن هي تنشئ وحدة ميكروسكوب جراحي متكاملة. بيمر الطالب على الأجهزة الحديثة ديت وبيشوف إزاي يقدر يتعامل معاها ونعمل له دايماً مشاهدات عملية قدامه. الهدف من إنشاء المستشفى هو العملية التعليمية. طالب كلية صيدلة حالياً بيدرس مقرر عملي في المصنع، يعني هو بنفسه بيعمل الخطوات لتصنيع الدواء اللي هي مفروض إن هو لما يتخرج ويشتغل في شركة أدوية هيعملها. We saw excellent facilities here. The tools are in place. The resources are here. You've put a lot of emphasis on creating the appropriate physical environment. They've brought great faculty here. And on top of that, they've put labs and training areas that are as good as anywhere in the world. لم يبخلوا بهذا. كل شيء أحسن حتى من معظم الجامعات اللي زيها في أمريكا. كل ما يحتاجه الطالب علشان يتعلم وكل ما يحتاجه الأساتذة عشان يبدعوا في تعليم الطلبة متوفر. واهتمينا بالرحلات التعليمية والتدريب الصيفي علشان طلبتنا يبقى عندهم أفضل خبرة عملية تميزهم لما يتخرجوا. بنهتم جدا بالزيارات العلمية، واحنا دايما كين ان احنا ناخد الطلبة ونطلع بيهم مشاريع كبيرة، ورحنا فعلا بيهم على سبيل المثال مشروع المطار الجديد. لما يروحوا يشوفوا محطات مترو الأنفاق وهي بتتعمل، إيه الأجهزة الضخمة اللي موجودة اللي بتقدر تحفر أنفاق تحت الأرض بدون ما أي حاجة فوق الأرض تهتز أو يجرى لها حاجة. الجزء النظري اللي أنت بتدرسه أثناء الكورسات بتيجي تطبقه في الجزء العملي، فالطالب يحس بمتعة فعلاً إن هو بيشوف حاجة مطبقة في الحياة العملية. ناخد المصنع نفسه ويخش ويشوف الأجهزة اللي موجودة. يصور ويرفع مقاسات ويحلل ويشوف إزاي دي اتنفذت وإزاي دي ركبت ويمسكها بإيده. الطلاب يزوروا مجلس الشعب ومجلس الشورى بيتعلموا الديبيت. رحلات للبورصة المصرية. بيشوفوا على الطبيعة ازاي البورصة دي بتشتغل، بيسألوا القائمين عليها إلى آخره. We conducted a lot of scientific field visits to a number of governmental and civic agencies. نزلت مثلا جامعة الدول العربية اتدربت لمدة شهرين، فده وراني ازاي المنظمات الدولية بتشتغل. سما تريننج احنا بنحاول نهيئ للطالب بتاعنا تدريب في الاماكن اللي ممكن في يوم من الايام يعمل بيها. ده لازم يبقى خبره عمليه هاندز اون تريننج، ودي اللي بنحاول نعملها مع اولادنا في كل الكليات مع المؤسسات والشركات. طلبة يشعروا انهم معاهم سلاح يقدروا يخشوا المجال بتاعهم ويكسبوا المعركه التنافس. السمر انترنشيبس دي مش بس بتدينا خبره من خلال التريننج، احنا كمان بنحطها في السي في بتاعنا ولما نيجي نتخرج بتدينا فرص عمل افضل. وانس ان ابتدوا ودخلوا في الاعمال واتضح ان فعلا يتعلموا في جامعات المستقبل تعليم كويس، الكل هيحاول ياخدهم. كل يوم في جديد في العلم. مسؤوليتنا اننا نتابع التطور ونربط طلبتنا بيه اول باول. كل يوم في تطور في العلم، فبالتالي لابد ان هو يكون كونتاكت مع هذا التطور. كل يوم بيطلع جديد في الدنيا، واحنا بنحاول نجيب الجديد من كل الدنيا وندي ده خلاصه لطلاب وخريجي جامعه المستقبل. انا فعلا كل يوم هنا وانا بشتغل هنا بتعلم حاجه جديده. والمحتوى العلمي الكليه دايما بتشتغل على تطويره للحق بالمستوى العلمي والتطور اللي بيحصل في المهنه. بمؤتمرات، بندوات، وبمجلات علمية بنواكب بيها العصر. تم تنظيم مؤتمر القومي لعلم الراديو، وقالوا بالحرف الواحد ده من أحسن المؤتمرات اللي تم تنظيمها لعلم الراديو في مصر. عملنا وركشوب اشترك فيه أكتيفست من المجتمع المدني، من الإعلام. المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الصيدلية، وحضروا ما لا يقل عن 60 أو 70 من خبراء الأدوية وبحوث الصناعات الدوائية في العالم. بالنسبة لمؤتمر الجراحين في مصر إنها تجربة رائعة.
مؤتمرات زي دي بتبقى فرصة ممتازة لأبنائنا الصغيرين المعادين مدرسين مساعدين مدرسين إن هم يتفاعلوا مع العالم الخارجي. خريج مميز في سوق العمل هو ده هدف كل كلية من كلياتنا. احنا بنشوف الماركت محتاج ايه مفروض وبنفيد الماركت بالكواليفايد ستودنتس. وظيفتنا احنا هنا في جامعة المستقبل تأهيل الطالب اللي هو يعمل بكفاءة وبكفاءة تامة يبقوا مستعدين للعمل مباشرة في سوق العمل وانه يكمل دراسته في اي مكان وانه يقدر يمارس المهنة في اي مكان ان هو حتى لما يتخرج ويطلع يسافر بره في اي بلد عربية او اجنبية يبقى عنده المجال مفتوح بالنسبة للشغل وده هيميزه عن غيره. لو سافر الى بعثة في اي بلد اجنبي انه يكون مشرف لمصر ومشرف لجامعة المستقبل. اهتمامنا بالطلبة بيبتدي حتى من قبل ما يدخلوا الجامعة، بنستقبلهم ونعرفهم بجامعتنا وبنساعدهم في اختيار كلياتهم. بيبقى عنده فكرة واضحة جدا عن جامعة المستقبل، ايه الجامعة، احتياجاته ايه، محتاج ايه عشان يقدم، كل الاستفسارات بتاعته بيرد عليها. طلبتنا هم محور اهتمامنا، علشان كده بنوفر لهم البيئة المناسبة اللي تضمن لهم يستفيدوا بكل لحظة من وقتهم. جامعة المستقبل حياة متكاملة، حياة مليانة حركة ونشاط. عارفين إن طلبتنا لازم يلاقوا العالم بتاعهم اللي بيحلموا بيه جوه جامعتهم. في كذا حاجة اتعلمتها في الجامعة مش حاجة واحدة، إن أنا أصلا بحب ألعب باسكت، اتعلمت زيادة في الباسكت ودخلت فريق جامعة. تعلمت التصوير الفوتوغرافي، رسم، النهارده الرسم اللي كانت بتتعمل او الوركشوبس بتاعت الرسم. بنشجعهم دايما انهم يعبروا عن نفسهم، وعلشان كده وفرنا لهم كل هواياتهم جوه الجامعه. وحتى بعد التخرج بتفضل الجامعة فاتحة أبوابها للطلبة اللي عاوزين يكملوا مشوارهم في البحث والتطوير. الجامعة هي معسكر تعليمي بحثي، بدون البحوث لا تكون جامعة. في جامعة المستقبل بنتبنى فكرة ما نسميه life long learning. FUE values research and knowledge and always strive to create an environment that promotes academic excellence and opportunities for personal development. هيبقى لهم فرصة ماجستير ودبلومات متعددة، هيبقى لهم فرصة للدراسة بجامعة المستقبل. كورسات عملية وتعليم مستمر، بعثات وأبحاث وماجستير ودكتوراه. جامعة أتاحت لي فرصة إن أنا أخد سكولرشيب فول سبونسرد من الفيوتشر لجامعة برلين في ألمانيا. بيتعلموا الجديد، بيتعلموا المنهج العلمي المتطور وبينقلوه هنا ويطبقوه هنا. والخبرة اللي خدتها من الانترنشيب اللي وفرتها لي جامعة المستقبل مع جامعة نوفا أنا بنقلها للطلبة هنا. أنا اسمي شادي منصور، معيد في جامعة المستقبل. لما كنت ستودنت سنة 2009 رحت انترنشيب في بازل يونيفرسيتي. دلوقتي وأنا معيد بوصل الفكر اللي أنا اتعلمته برا، إزاي نفكر في الريسيرش بطريقة أحسن بطريقة مور إفكتيف. وأي بليف إن هي دي الفيجن بتاعت فيوتشر يونيفرسيتي وين إت كومز تو الريسيرش. وتبقى جامعة المستقبل نموذج يحتذى به في التطور العلمي، من تعليم جيد، لا تعليم ممتاز، إلى جانب أبحاث ممتازة. يوم ورا يوم بنشوف طلبتنا بيتعلموا وبيكبروا، بيكبروا وهم حقيقي سعداء. الحقيقي إن أهم ما يميز الجامعة عندنا هو الجو الإيجابي اللي بتدور فيه العملية التعليمية. الطلاب بيجوا كل يوم الصبح وهم مبسوطين وحابين انهم يجوا الجامعه. انا سعيده ان انا مكان بشوفه كل يوم بيكبر وبيكبر لحاجه احلى. طالب عندنا بيقضي 5 سنوات من المتعه العلميه والفكريه والاجتماعيه. Students are going to spend the most enjoyable 4 years after which they are going to start a successful career path in the future.
عندهم انتماء لكلية الأم بتاعتهم وبيحبوها وبيتخرجوا منها مش عايزين يمشوا يعني، ودي هي ثمرة المجهود. أنا فخور إن أنا تعلمت في جامعة المستقبل. الستاف، التدريس، الأصحاب، كانت أحلى أيام، أيام الجامعة بجد. من كتر حلاوة الجامعة لقيت فجأة إن كل حاجة خلصت بسرعة، 5 سنين عدوا هوا وبقيت معيدة. أنا اخترت صح، فيوتشر يونيفرستي. طلبتنا أثبتوا إنهم متميزين، وعلشان كده إحنا فخورين بيهم. الشباب قادرين على جعل المستحيل حقيقة. فالخريج بتاع كلية صيدلة جامعة المستقبل هو خريج مميز. كلية الصيدلة جامعة المستقبل فعلا فخورة بخريجيها. خريجين بيشتغلوا في الجهات الاستراتيجية في مصر، خريجين بيشتغلوا في الإعلام. خريجي طب أسنان جامعة المستقبل متميزين جدا 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 كلهم، وممارستهم هتظهر ده وهتثبت ده على مدى الأيام. نظريا طبيب متميز، عمليا طبيب متميز، باحثا طبيب متميز. المنتج اللي انتجناه جميل. Students were very impressive. They're smart, they're very articulate, and they have an incredible amount of passion for the university and for the country. So if they continue on this pathway, there is no reason that they can't achieve the excellence that is their goal. They seem to be well prepared to really go into the world and make a difference. That seemed to be very important to them. أنا واثق إن جامعة المستقبل هي الاختيار الصحيح لأي طالب عايز يبني لنفسه مستقبل مهني مميز. I think the faculty who are working here and the students who come here should be very proud of the institution. جامعة المستقبل، خطوة للمستقبل.